دكتور خالد عرفنا بنفسك. انا الدكتور خالد متخصص تمويل والاستثمار، احد الافراد المشاركين في الثوره المصريه من يوم 25 يناير لحد النهارده. الحمد لله هذه الثوره تمت بقدر الله وبفضل الله. اي حد يدعي انه ليه دور فيها او فضل الله فهو كاذب، فالفضل كله لله. ما احنا الا ادوات مشينا، وهناك مجموعه من الاكاذيب تروج من بعض الافاقين اللي هم بيحبوا يطلعوا في الاعلام شو. احنا من خلال الواقع ومن خلال اللي شفناه ما هم الا مجموعه من الاكاذيب، على راسهم بعض اللي طلعوا في مسلسل حديث عن الثوره، تقريبا حديثهم عاري من الحقيقه كليه، عباره عن مجموعه من الاكاذيب وربما صوروها في خيالهم. نحن الان امام احد انتصارات مصر، ايام مشهوده في تاريخ مصر، هو انه لا يوجد علم للعدو الصهيوني مرفوع على اي ارض من على اي جزء من ارض مصر. نعلم جيدا الاتفاقيات تبرم لكي يتم نقضها. لا يوجد مقدس، امن الشعوب لا تحميه المواثيق، القوه واراده الشعوب هي التي تحمي العهود. واسرائيل دائبه كدوله لا تحترم عهدها، لانها ليست دوله، هي كيان همايوني بلا كرامه وبلا شرف، كيان مغتصب. وان شاء الله ثوره مصر ترسل لها رساله واضحه ومحدده. عليك ان تعلمي ان الرئيس السابق ليس له كرامه، ويعتبر هو عباره عن جرثومه رديئه من جراثيم مصر نفضتها مصر وتطهرت منها. اما الان فلديها شعب قوي ابي، لديه كرامه وشرف، ولن يسمح بعد الان باي تجاوز. وعلى اي اسرائيلي من رئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه، لوزير الدفاع ان يفكر الف مره ان نتعدي ذره رمل واحده معناها هلاك ودمار اسرائيل. اسرائيل دوله مؤقته، كيان باطل عباره عن طاعون في جسم الامه، لا حياه له ولا بقاء. عاشت مصر حره مستقله وكل شريف وشجاع. عاش هؤلاء الثوار الاحرار الابطال مستقلين الثوره، هم شرفاء هذه الثوره. اما من ادعوا انهم جماعات او ائتلافات فهم ما هم الا فئه تركب الثوره، ليس لهم اي بصمه في الثوره، انما هم كذابون ويلجؤون الاعلام لتبرير كذبهم. هم كذابون وافقون المستقلون الشرفاء الذين لا هدف لهم الا كلمه الحق ورفعت مصر. السلام عليكم ورحمه الله.